بسم الله الرحمن الرحيم. اولا للمره الاولى في افريقيا في الاتحاد الافريقي ان ينظم مثل هذا المؤتمر حتى يتعرف المسؤولين على وجهات نظر جميع عناصر اللعبة من ضمنها التحكيم. بالفعل للمرة الأولى نشعر أن احنا نشارك في إدارة الكرة الإفريقية حتى لو كنا غير مسؤولين عنها. في الماضي كان تصدر القرارات من المسؤولين وعلينا التنفيذ فقط دون أن نعترض، لكن اليوم أعتقد نحن سنكون شركاء في صناعة القرار. هذا شيء رائع، بداية موفقة للولاية الجديدة للسيد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي. نتمنى إن شاء الله أن يتم تفعيلها دائما في الكرة الأفريقية، ألا ينسون أبدا قيمة الخبرات الكروية في أفريقيا سواء من اللاعبين أو المدربين أو الحكام. ليس كل الناس لديهم الفرصة أن يكونوا مسؤولين، ولكن الآن جميعا لدينا الفرصة أن نبلي برأينا وأن نكشف عما بداخلنا فيما يتعلق بالتحكيم الإفريقي. أتمنى إن شاء الله الفترة القادمة تشهد تطور للتحكيم الإفريقي حتى يعود التحكيم الإفريقي كما كان. لو يعني تتذكر صديقي أن التحكيم الإفريقي في عام 98 في فرنسا كان يعتلي قمة التحكيم في العالم، حينما شاركني الأخ العزيز المرحوم بالقولة هذه البطولة وأدرنا 6 مباريات، 3 مباريات لكل واحد فينا، منها مباريات في دور ربع النهائي وحتى المباراة النهائية اللي قادها باقتدار المرحوم بالقولة. وبالتالي نتمنى إذا كانوا سيعتمدون علينا أو سيعتمدون على آرائنا، نتمنى أن نرى في إفريقيا بالقولة جديد وغندور جديد إن شاء الله. الكرة المغربية بالتأكيد أنا عندي علاقة كبيرة بالكرة المغربية، عندي منازلات أو مناسبات كثيرة قمت بالتحكيم فيها سواء للمنتخب المغربي أو للفرق المغربية. الكرة المغربية هي كرة قدم محترمة، كرة قدم لها باعها في القارة الإفريقية أو حتى على مستوى العالم. الكرة المغربية عندما نتحدث عنها نتذكر دائما الجيل الذي مثل المغرب في كأس العالم، والعالم كله يعلم أسماء اللاعبين المغاربة حتى اليوم. وبالتالي الكرة المغربية تطورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، شاهدنا المنتخب المغربي يعود مرة أخرى في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، شاهدنا المنتخب المغربي يبدأ تصفيات كأس العالم بشكل رائع. الفرق المغربية الوداد والرجاء موجودة دائما في البطولات الأفريقية. إن شاء الله نشوف الكرة المغربية إلى جانب الكرة المصرية إن شاء الله في كأس العالم القادمة في روسيا إن شاء الله.